عقدت محكمة العدل الدولية الجولة الثانية لجلسات الاستماع الشفهية للاستئنافات المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للمحكمة للنظر حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية والاستئناف حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت القسم الثاني من المادة الثانية من اتفاقية 1944 للاتفاقية الدولية لخدمات الترانزيت اليوم في قصر السلام بمدينة لاهاي بمملكة هولندا. بدأت جلسات الاستماع الثانية عبر مداولات من ممثلي ومحامي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث ركزت على عدم اختصاص منظمة الملاحة الدولية للنظر في الإجراءات المفروضة على المجال الجوي من قبل الدول الأربع في 5 يونيو من عام 2017، والرد على محاولات ممثل قطر في جلسات الاستماع بالمحكمة خلال الجولة الأولى للتغاضي والابتعاد عن المسببات الرئيسية للخلاف والتي تعود لعدم التزام دولة قطر باتفاقيتي الرياض لعام 2013 و2014، إضافة إلى نقضها للمواثيق والتشريعات الدولية، ما دعا تلك الدول لاتخاذ إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها الوطنية، إضافة إلى تجديد ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على عدم صحة عرض موضوع الخلاف في منظمة تقنية عبر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، مع العلم بأن محتوى ومسببات القضية تعود لمسائل تعود للسلم والأمن الإقليميين، وهو الأمر البعيد عن اختصاصات المجلس، وبأن القرارات المتخذة من قبل مجلس منظمة إيكاو قد شابه عدد من المخالفات المؤسسية الكبيرة التي أثرت في مخرجاتها. ودعا ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب دعوا المحكمة لتحييدها وعدم الأخذ بها. وفي كلمة مملكة البحرين الختامية، أشار معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في لندن وممثل مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قاموا بمحاولات جادة وعديدة بغرض ثني دولة قطر عن دعم الإرهاب وأشكال التطرف، وذلك ضمن إطار عمل المجلس واتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و2014، حيث تم وضع آلية للمتابعة والتنفيذ، ولكن في ظل عدم التزام قطر بهذه الاتفاقيات وغيرها من التزامات دولية أدى لاتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لإجراءات في 5 يونيو من عام 2017 بفرض حماية أمنها الوطني. كما أكد معالي السفير خلال الكلمة بأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد اتخذت الإجراءات بتوأمة مع الأعراف والقوانين الدولية، وبأنه كان من المفترض على دولة قطر التوجه إلى الطرق والآليات الإقليمية والدولية للتفاوض قبل أن تتوجه إلى مجلس منظمة الطيران الدولي إيكاو، وهو الأمر الذي تقتضيه قوانين المجلس. وشدد معالي السفير في رده بعدم صحة ادعاءات قطر في مداولات الجولة الأولى التي ادعى من خلالها ممثل قطر بالامتناع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن المشاركة في جهود الوساطة، حيث أكد السفير بأن البحرين وباقي الدول المعنية تشارك دوما وبفعالية في جميع المساعي للوساطة، ولكن العكس هو الصحيح، حيث أن قطر لم تقم بأي محاولة لمناقشة مواضيع الطيران المدني في المحافل الإقليمية عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه معالي السفير بأن البحرين كانت دائما وأبدا منفتحة لمناقشة الأسباب الرئيسية للخلاف مع الأطراف المعنية عبر وسائل التسوية في المحافل الدولية، وبأنه على قطر أن تظهر حسن النية والجدية للوصول إلى الحلول المناسبة. Mr. President, Madam Vice President, and esteemed members of the court, it is an honor to address you again and to make brief concluding remarks on behalf of the Kingdom of Bahrain. For over 20 years, the leaders of the GCC states made serious efforts to restrain Qatar's support for terrorism and other forms of extremism. Such efforts were made in the GCC framework and under the Riyadh agreements. In the Riyadh agreements, the leaders committed to make specific actions in relation
to specific international and regional threats. They also set up an implementation mechanism. Throughout this process, the state of Qatar constantly failed to honor its leaders' words. It did not respond to other states' calls for compliance with its international law obligations. The Riyadh agreements are not mere factual background, as Qatar says. They are the heart of the dispute. The measures which the four states took in June 2017 are the consequence of Qatar's non-compliance with its international law obligations, in particular under the Riyadh agreements. This is the real dispute before the ICAO Council and this court. Those measures are not the cause of a manufactured court case. Let me say a few words about Qatar's criticism on Tuesday that the four states failed to raise concerns within regional mechanisms, specifically Article 10 of the GCC Charter. Qatar seems to suggest that it is an appropriate forum for the resolution of the dispute before the court, but it has not come to that forum itself. Nor Qatar has sought to use the executive procedures set out in the implementing mechanism. Qatar also argued on Tuesday that the four states refused to participate in the mediation by Kuwait. This is wrong. We are indeed participating, even today. For its part, Qatar never made any attempt to discuss civil aviation issues in regional forums. For our part, Bahrain is always open to discuss the real disputes between the parties in such forums. It is now for Qatar to show goodwill. Thank you, Mr. President, Madam Vice President, Honorable Judges, for hearing the Kingdom of Bahrain.